أيها الأحبة في الله، يقول الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الأربع نسميها خطوات السعادة: الإيمان والعمل الصالح لسعادة الفرد، والتواصي بالحق لسعادة المجتمع، والتواصي بالصبر لسعادة الأمة الإسلامية وكرامة البشرية التي تكون محكومة تحت حكم الأمة الإسلامية. وجزاكم الله خيرا.